نعم انت كنت بتغني وبتمثل ايوه وبتخرج، يعني حاجه مش اكيد روضك حلم كده ان يا سلام بقى لو انا اطلع اخد جايزه احسن ممثل واحسن مخرج، ودي تبقى حاجه حدث يعني ساعتها اهو. الله الله، جميل الصور. وانا معجب كمان جدا بالافيش وبالكادرات، لان اي كادر اي صوره في المسرحيه تعمل كادرات عظيمه جدا. تسكينك يا يوسف للشخصيات، يعني انت كنت عارف حازم قبل كده وشايف هو ان فعلا طبع. تسكينك للشخصيات الاخرى، ومعاك شباب جميله جدا. ايوه، جه برضه ازاي؟ والله انا كنت حضرت المسرحيه اصلا، قعدت سنه تقريبا او اكتر. انا قعدت سنه عشان اعرف اعمل لها اعداد. هي مسرحيه شعريه، وهي عامله زي المتاهه، يعني استاذ نجيب يبقى بيتكلم مثلا في الحدوته بتاعت ياسين وبهية، وبعد كده يخرج يتكلم في حاجه تانية خالص، ويرجع تاني في حته تانية خالص. فاللي خد المجهود مني ان انا حاولت ان انا ازاي اربط الحدوته بحيث انها توصل بسلاسه. صح. في عصر السرعه كمان ان احنا نعمل مسرحيه شعريه. صح. باللغه العربيه، وبنروح من العربيه الفصحى للعاميه. فده اللي خد مني مجهود ان انا اعمل فورم يوصل في الاخر للناس ان هو سهل وبسيط ومش مش معقد. فخدت مني سنه عشان اكتبها يعني للمسرح. وطعمت كمان بحاجات كوميدي. ايوه طبعا، عشان اخفف وطئه التراجيديا طبعا، او الميلو دراما يعني. طبعا. فخدت مني سنه، وقعدنا نعمل بروفات سنه، يعني هي خدت مني سنتين. يا نهار ابيض والله. طب وانت كل المسرحيات هتاخد منك الوقت ده كله؟ لا طبعا، احنا عايزين انتاج غزير ليك. ايوه ده انا اتمنى. وحلو قوي تركيبه انك كنت حاطط المزيكا كمان على المسرح لايف. ايوه احنا يعني كنا عايزين نعمل ليله حيه للجمهور، يعني ان هم الجمهور يجوا يحسوا معانا نفس الاحاسيس. فانا قلت لو سجلنا او لو عملنا بلاي باك ان الناس هتحس ان هو مسجل. فالاحساس هيبقى نص احساس بتاع، خصوصا ان احنا عاملين سامر شعبي وكده. طبعا. فحسيت ان وجود الالات هيخلي الوجدان الشعبي بتاع الناس يتفاعل بقى، والناس تسقف جامد وكده، والحمد ويبقى لله. ويبقى متطعمه فعلا زي ما انت بتقول. بالظبط، متطعمه من العرض. طب تعالوا بقى نشوف الصور. الله. ما شاء الله، اهو سامح بسيوني مدير مسرح الشباب. المنتج ايمان ونيم. طبعا. الممثله الاولى آية أبو زيد، أحسن ممثلة. دور تاني. مين ده؟ نجم يوسف مراد، والنجم حازم القاضي. طب يوسف، أنا آسف يا يوسف بقى، أنت من عيلة فنية. لازم نسأل على ده، يعني لازم نسأل على ده. لينا كلنا الشرف إن إحنا يعني عيلة بتورث أجيال أخرى فن عظيم. استاذ مراد منير المخرج العظيم، ربنا يديله الصحه يا رب ويمتعنا دايما، وهو صاحب الحاجات التقيله قوي، فانت واخد منه الحته دي. والاستاذه الراحله الاستاذه فايزه كمان رحمه الله عليها، الوالده، والاستاذه ماجده منير كانت ضيفتنا هنا، اتشرفت بوجودها معانا. هل وجود هذه العائله الفنيه الراقيه كانت ليها تاثير انك تروح للفن، ولا كنت ممكن لا انا اروح اي حته تانية؟ لا، ليها تاثير اساسي ورئيسي، وهم السبب. يعني هم اصروا، يعني مش اصروا ان هم يغصبوني، هم من غير ما ناخد بالي من وانا صغير بداوا بقى يحببوني في الموضوع. يعني بابا كان بيعمل الملك هو الملك، فكان يقول لي تعالى اقعد بص اتفرج محمد منير بقى والحاجات، صلاح السعداني صلاح السعداني كان